جد. مساء الخير على حضراتكم، اهلا بحضراتكم في لايف جديد من تليجراف مصر. اهلا بحضراتكم في اليوم اللي حصل فيه الفضيحه والاعتذار، اليوم اللي كان فيه هتك اعراض، اليوم اللي كان فيه حقيقه وحكم بثلاث سنوات سجن، اليوم اللي كان فيه لعب بالاعراض، اليوم اللي كان فيه خيانه امانه. النهارده يوم من ايام المهمه اللي كانت فيها النيابه العامه بتقول كلمه حق في اهم قضيه شغلت الراي العام خلال اللي وصفت الحاله كامله بانه ما قام به طه وشروق المتهمين في هذه القضيه هو هتك عرض، اللعب بالاعراض، اللعب بالاعراض، اللعب بالاعراض، ثم خيانه الامانه. أعادها وكيل نيابة ثلاث مرات أن هؤلاء المتهمين لعبوا بعرض نيرة الزغبي، هتكوا عرضها وخانوا أمانتها، واعترفت المتهمة شروق بأن هي خدت التليفون، هي ما تتفضحش والناس تعرف اللي بينها وبين زميلها، رغم أن الكلام ما كانش كلام قبيح لا سمح الله، أو حتى كلام مخل لا سمح الله، زي ما النيابة كمان أكدت ده في محضر التحقيقات واقاويل المتهمين، اللي النهارده القرار حكم بثلاث سنوات في هذه القضيه اللي شغلت الراي العام. ناس كتير قالت ان الحكم كمان قليل على هذه القضيه الكبرى، خاصه وان المحامي قرر او كان بيطالب النهارده القاضي بانه يغير هذا الاتهام من ان هي جنحه الى اتهام بالقتل العمد، ولكن في الحقيقه ان القاضي رفض وقال ان هم سرقوا تليفونها، اجبروها على الانتحار، ابتزوها بشكل كامل، ولكن في النهايه لم يقوموا بهذا القتل العمد، وهو الفعل المنصوص عليه في الاحكام القانونيه بان يكون حكمه هو الاعدام، ولذلك لانها جنحه حصلوا على اعلى او اكبر حكم من الدرجه الاولى وهو ثلاث سنوات حبس، وبالتالي لسه هيكون في كمان حكم استئناف او معارضه على هذا الحكم، وربما للأسف يخفف إلى 6 شهور. خليني أقول لحضراتكم كمان إنه قالت النيابة في هذه المرافعة الكبيرة والعظيمة جدا الحقيقة اللي كانت تناولت يعني شكل كبير من أنواع المصداقية وأنواع سرد الأحداث، وإنه هي وصفت ما حدث من هؤلاء المتهمين من طه وشروق بان هم خانوا الامانه، بان هم هتكوا عرض نيره رحمها الله، بان هم كمان لعبوا بالاعراض وابتزوها، وانه يوم وفاتها هو يوم الفضيحه او الاعتذار، بمعنى ان هم في هذا اليوم قرروا او حاولوا يبتزوا هذه الطالبه المجتهده المعروفه بكل اخلاقها بين زملائها بانه يكون هناك ابتزاز لها. اذا انتحرت نيرة الزغبي من اجل الحفاظ على شرفها وانها ما تتفضحش، لذلك كان قرار مهم وحكيم من القاضي النهارده كمان اللي قال سيتم اعدام التسجيلات وكل ما كان بين نيرة وبين اصدقائها حتى لا يخرج للعلن تحت اي شكل او اي مسمى، لذلك ماتت بسرها. انا عايز اقول لحضراتكم ان في نفس اليوم النهارده اللي فيه حكم ثلاث سنوات على كل من شارك في هذه القضيه من طه وشروق ثلاث سنوات حبس، كمان في نفس الشق الموازي المحكمه الاقتصاديه قررت كمان الاجراءات العاجله في 11 متهم، المتهمين بنشر اخبار كاذبه في هذه القضيه. والمفاجاه هنا، يا ترى مين ال 11 متهم؟ مين اللي النيابة العامة قررت القبض والضبط والإحضار ومخاطبة الانتربول للبدء الفوري في القبض على هؤلاء المتهمين؟ يا ترى مين هي الأسماء اللي بتروج للفضائح بره مصر؟ يا ترى مين هي الأسماء اللي بتروج للشائعات وتفبرك الأخبار وتزيد من الحبة قبة علشان تكسب شوية لايكات على السوشيال ميديا؟ يا ترى مين هؤلاء الخونة على حسب الاتهامات المباشرة سابقا ولاحقا؟
قدرة على انها تفصل ما بين الامن وما بين الواقعة بان هي اوقفت هذا الضابط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق حتى لا يحدث اي تداخل منه او حتى شائعات كما روج له هؤلاء ال11 متهم. المفاجأة كمان في هذه القضية، خليني الاول اقول لحضراتكم وعيد على حضراتكم رأس الافعى في هؤلاء ال11 متهم: محمد ناصر هارب في تركيا، بهجت صابر هارب في امريكا، سلامة عبد القوي هارب من احكام اخرى، ومحمد علي محبوس وهو الشهير بموسيلفا، هو يوتيوبر شهير ومعروف عنه هذه الفيديوهات، تم ايضا القبض عليه، هو المتهم الوحيد المقبوط عليه. عندنا عمار محمد، عمر امجد، شيرين محروس، دعاء محمد، احمد عبد الرحمن، واسامه مصطفى، والاخير هو الصدمه، احد المحامين المعروفين لدى الوسط الاعلامي وفي السوشيال ميديا. يا ترى اسمه هو الحقيقي الدارج في هذه القضيه ام انها مجرد اسماء او تشابه اسماء؟ لكن تواصلنا معه في قسم الحوادث من تلجراف مصر وحاولنا معرفه الحقيقه، لكنه اكد انها ربما تكون تشابه اسماء، ولا يجد حلا امامه الا انتظار يوم 25/5 لانتظار الحكم النهائي في الحكم عليه. والمفارقه ان هذا المحامي كان يقدم اليوم بلاغ للنائب العام، يا زميلنا خالد كان بيقدم في مين تحديدا القضيه؟ ضد ميار الببلاوي. يعني كان هذا المتهم او هذا من ادرك اسمه اليوم، هو المفارقه الكبيره انه كان بيقدم بلاغ للنائب العام النهارده واسمه موجود في هذه القضيه. لذلك الاتهام بهتك العرض، الاتهام بالكذب والافتراء، هذه هي القضيه الكبرى اللي شغلت الراي العام، قضيه نيره الزغبي اللي اقفلت اليوم الحكم الاول منها ب3 سنوات في هذه القضيه. خليني اقول لحضراتكم لجزء سريع انه القاضي كان رحيم بالمتهمين، القاضي كان كريم مع هؤلاء المتهمين لانه تعامل معهم بمنطق الاب وبروح القانون، وطلب من كل الاعلاميين والصحفيين في اول الجلسه: ارجوكم المسموح له بالتصوير هو القاضي ومرافعه النيابه والمحامين فقط، لانه كلهم اولادنا، كلهم ابنائنا، وبالتالي لا نريد التشويه، اذا كانوا اخطاوا سنحكم عليهم اليوم بما اخطاوا، وان لم يخطئوا ستظهر براءتهم، ولكن اخطاوا وحصلوا على 3 سنوات حبس في تهمه هتك عرض ومصريه وضد الاخبار الكاذبه. هنشوف كمان ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه، متواصلين مع حضراتكم في تلجراف مصر. ما تنسوش تلجراف مصر بتحاول دايما ان هي تنقل لحضراتكم الخبر وتعيشكم كل تفاصيله. شكرا لحضراتكم.